المسيح مشاهدينا الاحباء برحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم المراه المسلمه وايضا مرحبا بمشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي وصفحه المراه المسلمه في الفيسبوك تحياتي ومحبتي لكم جميعا النهارده الحقيقه الحلقه دي حلقه خاصه لعده اسباب اولا هي الحلقه رقم 400 من برنامج المراه المسلمه وأنا حابة أني أشكر الرب أولا على اختياره وتوقيته في هذا البرنامج بالذات وبشكر الطاقم المميز اللي كان معانا من أول يوم ابتدينا فيه لحد النهاردة أيضا بشكر إدارة القناة على دعمهم الدائم لنا ويعني اخيرا تحيه خاصه لاخواتي فرحه ومارينا اللي شاركوني هذه الرحله الممتعه في خدمه الرب وقدموا فيها جهد عظيم ومحبه واضحه للرب وليكم خليني أصلي شكر للرب لهذا الأمر وأصلي أيضا من أجل أنه يكون اللي قدمناه لكم مازال مؤثر ويستخدم في وسطكم يا رب احنا بنشكرك لانه كل عمل قدمناه يا رب انت كنت من بداه واحنا بنشكرك ونعظم يا رب الشكر والتسبيح والتعظيم ليك يا رب لانك صالح ولانك تعتني بينا ولان محبتك واضحه ولانه من من دون إغداقك علينا يا رب لم يكن البرنامج ده 400 حلقة للنهاردة وأنا بصلي أنه القادم يكون مازال هو عمل يديك وأنه يكون مازال هو بركة للجميع نعطيك كل المجد والكرامة فيما صنعته في الماضي وما تصنع في المستقبل لكل المجد أمين أمين طيب احنا قدمنا لكم قضايا كثيرة جدا على مر يعني عبر 400 حلقة عملت الحقيقه فواصل في المجتمعات الاسلاميه روحيا واجتماعيا برامج غير بيها الرب مفاهيم ومجتمعات وحياه اشخاص وده كان هدفنا مش مصادفه بقى ان موضوع حلقه النهارده هو ايضا احد هذه المواضيع اللي انا اعلم بكل يقين انها في اسم يسوع ستكون فاصل تاريخي يستخدمه الله في اعطاء المراه المسلمه في مجتمعاتنا فرصه في حياه افضل اختيارات افضل وحقوقها اللي منحها ليها الله في الاختيار والحياه الكريمه والحريه واختيار محبته الله منحها هذه الاختيارات وسلبها منها الاسلام اللي يعني بصورته العدائيه والاقصائيه خاصه تجاه المرأه في جميع مراحل حياتها. حلقتنا النهارده بعنوان إسراء غريب ومن المسؤول؟ عبر تاريخ البشريه كان في اشخاص كتير تميزت يعني او تميزوا بمواقفهم اللي غيرت او اثرت في تاريخ بلادهم او الناس اللي عايشين معاهم او مجتمعاتهم. منهم مثلا لو خدنا مثل ممكن يكونوا أنبياء زي النبي موسى مثلا لأنه صدق دعوته من الرب وأخذ موقف أمام كل الاضطهادات وأمام كل الخوف اللي كان بيجابه وأنقذ الشعب حتى في مواجهة حرب واضطهاد رهيب في مثل آخر نقدر نقوله عن امرأة يعني معروفة في الغرب أكتر ما تكون معروفة في الشرق هي اسمها روزا بارك روزا بارك امرأة أمريكية أفريقية وكان في وقتها الأفارقة الأمريكيين ما هماش عبيد ولا حاجة في الوقت ده ولكن كانوا يعاملوا في معاملة يعني في إقصاء شديد ليهم واضطهاد شديد ليهم من ضمن ده إنك لما كنت تقعد في الأتوبيس العام كان لازم السود يقعدوا ورا والبيض يقعدوا قدام في يوم من الايام روزا بارك ما كانش فيه في في الاتوبيس الا مكان قدام طلعت وقعدت قدام ورفضت انها تنزل او تسيب الكرسي وكان ده موقف واحد اخدته اول موقف يعمل تغيير في حكومه في حكومة بلد من أعظم بلاد العالم وقلوب وأفكار ناس لأنها أصبحت أول يعني الناس اللي أخدوا موقف على حياتها وكملت انها تحارب من اجل هذا الموقف، نعم اضطهدت ولكن عملت تغيير. ففي ناس في حياتها بموقف واحد بس ما قامتش من على الكرسي، رفضت تقوم من على الكرسي ودي كانت بدايه حياه افضل لناس كتير. الحياه من اجل هدف اسمى تصدقه وتامن بيه فتكون مؤثر وتكوني مؤثره. عايزه اقف هنا واقول انه القصه اللي احنا هنحكيها النهارده قصه واحده لم تستطيع انها تكون في حياتها مؤثره ولكن موتها كان مؤثر بس الكلام ليه كنتوا انا ليه اخترت روزا بارك وموسى او اي يعني الفكرتين المثالين اللي انا حطيتهم قدامكم لان انت وانا النهارده ممكن نعمل الاختيار ده عشان ما يكونش في اسراء غريب مره تانية لانه في كتير زيها وكل يوم لسه بتحصل بس انا وانت نقدر ان احنا نقف ونقول لا ده هيتغير في حياتنا وفي بلادنا وفي افكارنا وفي مستقبل اولادنا لانه ممكن بنتك حفيدتك تكون في نفس الموقف ده او حفيدتك القلب لازم يتغير والفكر لازم يتغير اتكلمنا عن ناس عملوا موقف في حياتهم لكن في ناس اخرين موتهم ونهاية حياتهم غيرت واقع حياة كثيرين شدة الصدمة أو, أو وقع مدى الظلم اللي وقع عليهم غير تاريخ وأنا بأؤمن أن إسراء غريب ستكون أحد هذه الأسماء قبل ما نبتدي سرد حلقة النهاردة عايز أسألك هل يمكنك اليوم انك تفكري تكوني زي روزا بارك عشان تغيري آآ آآ يعني مجتمعك ومستقبل ابنائك علشان يكون ليكي موقف يعطيكي حياه ويعطي الاخرين من حولك ايضا حياه ولا تعيشي بلا موقف ولا يسلب منك حق الحياه زي اسراء لانه ممكن اللي بعد كده تبقى واحده منكم من المستمعين ظلما وعدوانا أو حتى لو عملت غلط ويقع عليها ده. ده وقت تغيير ودعوه للتفكير. بس قبل ما اقول كده كمان ونبتدي الحكايه لازم اقول تحيه لبنات فلسطين اللي أخدوا موقف وخرجوا يعلنوا رفضهم لما حدث لاسراء واصرارهم ان اصواتهم هتجبر الكثيرين على النظر وتغيير القوانين في بلادهم وتغيير مستقبل ابنائهم. اسراء بقى بنت عامله ناجحه متعلمه محبوبه من الجميع عندها اصدقاء بيحبوها جدا عندها زباين انك تحط مكياج للناس بيحبوها جدا اتخطبت حديثا وبموافقه اهلها ونشوف الصور كده انها لابسه دبله وهي مضروبه وكل حاجه لابسه دبلة في ايدها يعني مخطوبه رسمي وخرجت مع خطيبها واخته زي كل البنات. وراحوا في كافي شوب وياخدوا قهوة أي حاجة هيوصلها 900 حكاية مش مهم المهم إنها ما كانتش لوحدها مع خطيبها وخرجت بمعرفة أهلها ده مش مبرر بمعرفة أو عدم معرفة لكن يعني أنا بحكي لكم القصة زي ما اتحكت زي كل البنات حطت صورة ليهم على الإنستجرام أوكي. وبنت عمها شافت الصورة دي و قومت العيلة كلها عليها. واللي بالتالي العيلة يعني قاموا بضربها ضرب مبرح، ضرب موت. واستدعوا وف... اخوها من كندا اللي جه معرفش بقى جاي صدفة ولا جاي يشارك عشان يربيها ولا يكون مشترك في رد شرف العيلة مثلا الحكاية دي يعني يعني انا عايزة بس ايه اقف هنا وافكركوا فاكرين حطينا لكم فيديو قبل كده في حلقات عن جرائم الشرف او جرائم اللا شرف اللي لازم تسمى جرائم اللا شرف فاكرين الولد اللي قتل اخته ضربها بالرصاص واللي وراه عمالين يقولوا اضرب اضرب واللي يقولوا له انت راجل واللي مش عارف ايه روحوا ارجعوا تاني للحلقات دي فاكرين الراجل اللي اتسجل له شهرين ثلاثه وعلى فكرة الراجل يعني اللي قتل أخته ده مصورينه والزغاريت من حواليه ستات العيلة بتزغرت واللي يقولوا انت رديت شرف العيلة وانت رفعت راسنا في نفس الحلقات دي انا قدمت لكم واحد تاني بيقول انا بصت لها وسابت عليا بس يعني ما نقدرش نرفع راسنا هي مظلومة ومغتصبة وكل حاجة صعبانة عليا بس كان لازم اقتلها مش مهم هي المهم احنا يعني إيه يعني إيه في حلقات كتيرة هتلاقوا فيها إيه المشهد ده من شرف الراجل هو شرف الراجل مش شرف العيلة هو شرف الراجل عشان نطبطب عليك ونقول لك برافو أوكي. كمل الحكاية العيلة قامت بضربها بطريقة شرسة جدا كسروا ظهرها وشوهوها بقى ضرب يعني مضروبة ومنبعجة وحالتها حالة وأخدوها المستشفى لمدة يوم وبعدين خرجوها تاني أنا بحكي الحكاية باختصار وبعد تسعة أيام عادت مرة أخرى إسراء للمستشفى جثة هامدة وقالوا إنها كانت ملبوسة من الجن النقطة الثانية والأهم دفنت بلا تحقيق أو أسئلة وبعد أيام أثيرت القضية على صفحات التواصل الاجتماعي وده سبب بقى فتح القضيه امام الراي العام واصبحت اسراء اعلى ترند في المجتمعات العربيه وكالعاده لما يصبح بقى الامر علني هناك فقط تتحرك السلطات وطبعا العيله كان لازم تدافع وترد خلينا بقى ايه نشوف كل النقط اللي انا قلتها دي يعني كل القصه دي فيها اسئله كثيره قوي هنطرحها ونتكلم فيها لكن العيله كان لازم تطلع بموقف بقى جوز الاخت عمل مشاركه في تلفزيون الوطن في برنامج الشرفه علشان يشرح ازاي ماتت اسراء ويوريهم يعني قد ايه هما كانوا بيحبوها ويطبطبوا عليها وقاعدين جنبها ويمسكوا راسها واللي يقول لها يا حبيبتي فيكي إيه يا اسراء وحاجات زي كده تقدروا تشوفوه ده هيكون موجود على صفحتنا على المراه المسلمه في الفيسبوك لكن عايزاكم اولا حوريكم الفيديو الاولاني الفيديو الأولاني عايزاكم تنتبهوا فيه للباب المكسور اللي هو باب أوضتها واضح إنه مدفوع بعنف شديد فانكسر الباب والسرير بتاعها الصغير ده سرير كده يعني يا دوب تبقى نايمة عليه على سيفها زي ما بنقول في مصر نام على سيفك فيعني شوفوا كده عايزاكم تنتبهوا للباب والسرير ونشوف بقى جوز أختها بيقول إيه المتحدث الرسمي للعائلة نشوف الفيديو لا تنزل من هون لا نطت ولا انتحرت ولا وقعت ولا حدا دفعها كيف <applause> بالضبط صار معها اسراء على وصفها كيف وصفت لنا الموضوع اسراء جلست بالشكل هذا مسكت في البرندة بدها تدلي حالها وتنزل على الارض المرحوم اللي بيعرف طولها طولها 170 قدرت المسافه هنا غلط قدرت المسافه هذه مسافه عاليه يعني ما بينفع انك تنزل منها بعرفش هو تاثير وسوس لها انه ممكن انك تنزلي هي استخدمت عقلها وشويه الكبره الموجوده عندها ونزلت من هان اسراء في إيدها جروح من هون وجروح من هون. هذول الجرحين لما نزلت من هان طيب انا اسفه المشهد الثاني ده هتشوفوه بتاع السرير والباب في اللي جاي. الفيديو ده اللي أنتوا شفتوه هو هنا بيشرح للراجل انه اسراء قامت لبست واخذت تليفونها وشنطتها وكل الحاجات اللي كانت محتاجاها وقررت انها تنط من البلكونة شفتوا البلكونة طولها قد ايه يعني اي عقل واي مخ يقول انه يعني مثلا ما فيش مصورة هتتدحرج عليها كمان شرحه ل يعني للامر هي ازاي قعدت كده وازاي حطت ايدها وازاي عملت كده هتشوفوا انه كارثه في حد ذاته لأن هو هيقول بعد كده إن إنه الطريقة دي هي اللي شرحتها لهم، قالت لهم أنا حطيت إيدي كده وبعدين حطيت رجليا كده ووقعت كده. بعد ما اتدشدشت المفروض إنها وقعت واتدشدشت. أوكي؟ وبعدين راحت قامت واقفة، ظهرها مكسور، راحت قامت واقفة، يعني الفيديو فيه كم من التمثيل والتمثيليات والكذب غير عادي، نشوف الجزء الثاني. إسراء نايمة على التخت هنا آه، نادوا علي إلحق إلحق إسراء وقعت أنا واقف بحكي مع إسراء إسراء كانت قاعدة على التخت هنا إسراء ظهرها مكسور وجهها كلياته دم وفي تسجيلات فيديو بالحكي هذا بحكي معها بقول لها إسراء شو سويتي ولا بتقول لي أنت أنا بدي أفرجيك إسراء ضربتني ضربة هان أنا كنت واقف بالشكل هذا بإجرها المكسورة اللي فيها تقرير المستشفى ضربتني ضربة هنا كسرت لي ثلاثة ضلوع عندي ثلاثة ضلوع مكسورة هنا أنا خبطت في الحيطة هنا. يعني احنا برضه هون بتصير بدك تفكر يعني واحدة لبسه تواعي صلاه معناته شارده منك مش في جن هون في تاثير في الجن طيب اه اخذتوا بالكم انه اه بيقول لك انا اولا شفتوا السرير صغنن قد ايه؟ قد كده اوكي بيقول لك انا كسرت لي ثلاث ضلوع هنا يعني اللي ضلوعه مكسوره ده الموضوع كله ما بقالوش شهر يعني اعتقد انها دخلت يوم 10 او حاجه زي كده 10 او 11 وماتت بعدها بتسعة أيام أو عشرة أيام أغسطس كي. شايفين السرير صغير قد ايه؟ ده المفروض بقى ان هما نزلت وبتضربه برجلها وحطها على السرير وبعدين هيقول لك بقى انه ايه اخوها كان قاعد جنبها نايم جنبها اخوها كان نايم جنبها بيملس لها على شعرها ويطبطب عليها وكده وهنشوف بقى عملت ايه عشان الجن والعفاريت اللي لابسينها شايفين الراجل بيتحرك ازاي ده مكسور له ثلاث اضلع هنا كسر اوكي لكن طبعا لما يقول لك كسرت ضلع الراجل آآ يعني آآ لازم بقى الناس كلها تقول يا عيني مساكين لازم كان فعلا الجن راكبها والعيله ما كانتش عارفه تسيطر عليها ماشي نشوف الفيديو اللي بعده اسراء نايمه على التخت هون يعني احنا برضه هون يعني احنا برضه هون يعني احنا برضه يعني احنا برضو هون بتصير بدك تفكر يعني واحدة لبسة بواعي الصلاة معناته شاردة منك مش فيش جن هون في تأثير في الجن لما انا شفتها بواعي الصلاة قلت لها يا صراطة في واحدة بتشرد بواعي صلاة يعني قالت لي انت مش مقتنع انه معي جن قلت لها لا مش مقتنع انا واقف بس بنفس المسافة هذه يعني انا كيف بشرح نفس الحديث اللي صار فبحكي لها لا مش مقتنع ولا بتقولي طب بدك اثبت لك قلت لها اثبتي لي اخوها نايم جنبها اخوها نايم جنبها هناك وحاط ايده على على راسها وبيعمل بشعرها هيك يعني قاعد حطت ايديها الثنتين رفعت اخوها وقامت طارت مسافه بجوز مثل ضربتني هنا وضربتني على الحيط وقعت انا على الارض اسراء كمان كانت بتطير يعني ايه ده فيلم بروسلي هو لسه شايف فيلم بروسلي فقرر ان هو يقوله حطت ايديها كده وراحت شالت اخوها طب اخوها فين وحطت ايديها فين والسرير كله قد كده وكان بيمارسها على شعرها ازاي وانت مش لسه كان كنت مكسور لك ثلاث اضلع قبل الحكايه دي على طول يعني وقفت ازاي وانت يعني ليه ما لمكش من على الارض بقى ما انت مكسور لك طي... يعني انت مش سوبر هيرو ولا حاجه ايه الموضوع لو لو شفنا فيديو ت... يعني تقريبا حوالي اكتر من نص ساعه الفيديو ده لما تشوفوا كم الاكاذيب اللي حكاها وكذبها على البنت دي علشان يعني يرسم الموضوع. من ضمن الكلام قال لك ان هو خدها المستشفى كلهم راحوا بس كانت المستشفى ممنوع فيها الرجاله اصل ده قسم حريم وقسم رجاله وما ينفعش يدخل وقصص بقى قصص قصص طبعا لا المستشفى فيها قسم رجاله وحريم ولا اي حاجه وهنشوف دلوقتي ليه. يعني الموضوع موضوع الجن والعفاريت هو حل كويس ليهم لان موضوع الجن والعفاريت ده هو الحاجه اللي بيتلام عليها الناس اللي بي يعني اللي الناس بتقدر تحط عليها اللوم وتم يعني تبقى كويسه لكن الحقيقه انه هم لما خدوها المستشفى ما كانش بقى لا في جن ولا عفاريت ولا اي حاجه ما كانتش المساله مجرد وقعه لا دي لو كانت وقعت يعني مثلا كانت لو هنقول ظهرها اتكسر تبقى وقعت على ظهرها وقعت على رجلها وقعت على جنبها ماشي لكن ازاي وقعت من البلكونه وعينيها زرقاء وايديها هنا لما تشوف الصوره اللي هي عاملاها يعني اخذتها ظرف وسط التسعة ايام اللي هم اللي راحتهم البيت كانت بتكلم الناس فيعني يعني هي رافعه ايدها كده وموريه الدبله في ايدها وايدها كلها كدمات ووشها كله كدمات وعينها مجروحه يعني واضح عليها حاجه زي كده مغطيه بلاستر ولا حاجه مغطيه عينيها فقام قال لك ايه اصلها هي اما دخلت المستشفى قالوا يعملوا لها عمليه ظهرها بس حبت عملنا لها عمليه تجميل في حاجبها عشان برضو وشها وكده يعني عشان خاطر مستقبل البنت انت انت ازاي ما كنتوش قادرين تسيطروا عليها وازاي خدرتوها تعملوا لها عمليه تجميل في حاجبها طبعا هي رايحه المستشفى مضروبه بطريقه وحشيه رهيبه ولكن ما كانتش دي النهاية بقى لما أخدوها المستشفى استمروا في تعذيبها في المستشفى محدش عارف السبب إيه هم عايزين يموتوها ومش عارفين رموها من البلكونة ومش عارفين يموتوها فكملوا عليها ضرب وبعدين جابوها عشان ما ماتتش محدش عارف خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده وفي الفيديو اللي جاي ده عايزاكم تلاحظوا إنه في راجل نايم على الأرض وفيديو والفيديو ده اللي صورته الممرضه في اسراء بتصرخ بتقول الحقوني هاتوا الشرطه بتصرخ صريخ واحده بتتعذب حد بيقطع فيها اوكي نشوف الفيديو يعني مش عارفه ازاي لو قدرنا نقرب الفيديو ده باي صوره هتشوفوا الفيديو متاخد ملوي شويه في واحد راجل نايم على الارض واسراء بتستنجد هو بيقول اسراء بتستنجد بس الشرطه عماله تقول يا شرطه مش قادرة أعرف إزاي أمها كانت في الأوضة واحتملت كل ده. مش قادرة أعرف أي كرامة أو دين أو شرف يقول إن أم أو أب أب. يعني في صورة ليها هي وأبوها عاملة له مفاجأة جايبة له تورته وكيكة تحتفل بعيد ميلاده. مفيش ذكرى حلوه ابدا في, في عينيك او في عينيكم تقولوا دي اختنا دي لحمنا ودمنا دي انسانه انسانه ده الواحد لو شاف حد يعني بي بس بيضايق حد كده من الناس اللي هم المشردين اللي في الشوارع بيقف ويدافع عنه ويقول له احترم نفسك ما تعملش كده حرام ويساعد الانسان ازاي بنتكوا تعملوا فيها كده اسراء مش لوحدها بس الأسبوع ده كان في قصة بنتين يمنيتين عشر, عشر سنين وسبع سنين واحدة ماتت علشان لعبت مع ابن الجيران والتانية حرق لها نفس, نفس العيلة نفس الأب حرق لها عينيها عشان, عشان عمتها حطت لها كحل حرق لها عينيها من أعطاكم هذا السلطان؟ ومسؤولية مين في المجتمع إنه يدافع عن هؤلاء؟ أنتِ وأنتَ وأنتَ وأنتِ كلكم اللي بتسمعوا كلكم اللي المشاهدين اللي بتقروا وبتكتبوا وعلى السوشيال ميديا كل يوم. خليني أسمعكوا كده أما اتسألت الممرضة اللي صورت الفيديو ده الناس بتقول دي لازم تحاسب ما بلغتش ليه؟ شوفوا الفيديو اللي جاي وشوفوا الممرضة قالت هي ما بلغتش ليه؟ الممرضة التي سجلت الصوت تم استجوابها وحققوا معها بدل ما انك تسجلي الصوت ليش ما اتصلتي على مركز الامن على الاقل انقذنا البنت منهم الممرضة باعترافها انها كانت تحت الضغط والخوف من زوج اختها لاسراء محمد صافي ومن الضغطة اللي معاه اسمها نسرين احمد ام وقالت ظليت جالسة على الكاونتر التمريض بس اللي قدرت اعمله اني اسجل صوت علشان احمي نفسي من المساله القانونيه وتبين ان مسؤوله التمريض اللي مشرفه على الطابق كانت متورطه ايضا لانها تعاونت مع زوج اختها لاسراء محمد صافي عايزه اقرا لكم بعض التعليقات اللي اتكتبت في اطار هذا الموضوع على تويتر، في واحد بيقول كده انا مع هذا الفعل اسمه ابو ابو جلو. اوكي؟ انا لست مستبد ولكنني ابتعد عن الانس... ابتعدت عن الانسانيه بيقول انا ابتعدت عن الانسانيه للحظه وفكرت في عقلي هذا الفعل في نظر المعظم فعل مشين لانهم قاموا بالاعتداء عليها وضربها آه... الى اخ الى اخره لكن آه... آه... لم نعرف كيف كان شعور ابيها حين وصلوا الخبر كيف مرت عليه جميع اللحظات اللي كانت هذه الفتاه فيها منذ ولادتها الى ان دخلت المدرسه او الجامعه وهو بيخاف عليها من مش عارف ايه ويضعها في قلبه فهل هذه نتيجه احسانه لها رب الكون يقول وما جزاء الاحسان الا الاحسان فهذا جزاء والدك بيقول لا يعني البنت ماتت واتضربت واتشنقت وكل حاجه وهو لسه بيقول لها هو ده جزاء والدك تخرجي مع خطيبك اللي انت مخطوبه له رسمي وقدام الناس على العيان يعني ازاي تعري ابوكي مش كده؟ فلذلك انا مع كل شخص يفعل ذلك ببنت فعلت فعل مشين لكي تكون عبره ورادعه لغيرها هذا رايي الشخصي فمن لم يعجبه كلامي فله ان يناقشني فاما اقنعه او يقنعني. اولا محدش هيبقى عايز يقنعك باي حاجه انت والناس اللي زيك في حاجه باظت في تركيبه الناس اللي بتفكر بهذا الاسلوب والحاجه دي اسمها القوامه الاسلاميه النزعه الذكوريه اللي وضعها الاسلام في ذكور المسلمين ونماها ورباها وغزاها إلى ما لا نهاية. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تغير قلبك وفكرك هو المسيح، أنا بقول لك يعني وأتمنى إنك تكون سامعني أنت واللي زيك، والناس اللي عملوا كده وأهل إسراء. مفيش حاجة هتنظف قلوبكم وحياتكم وأفكاركم وبلادكم إلا المسيح. ومش ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، لا. ده المسيح اللي بيقول اللي بيقول بس يعني اللي قال له يا احمق بس اللي قال كلمه كده كانه قتل قتيل كانه دمر نفس بيقول انا بعيدا عن الانسانيه طبعا انت ف... يعني انا انا مندهشه انك فاهم انه دي بعيدا عن الانسانيه الانسانيه لا تقول ذلك طيب آم يعني خليني أقول أنه بغض النظر إذا كانت قضية إسراء ناصر قريب أو غيرها هي اللي كانت الشرارة هل هي بفعل فاعل أو بجهل, بجهل جاهل لكن يعني في حد يجب أنه أنه يحاسب في هذا الأمر والذرائع اللي بيستخدمها البعض عن جهل أو عن خبث للتأديب أو للعلاج أو للتستر وراء الجريمة يجب أنها تكون يعني الحقيقة آخر المحاولات لازم يقف الكل عندها دلوقتي ونفتح أبواب للحرية ونغلق الأبواب على هذه المفاهيم اللي يعني اندثرت وكان يجب أنها تنتهي تماما خلينا نبص للوضع الطبي في الأراضي الفلسطينية في الحقيقه انه الوضع الطبي في الاراضي الفلسطينيه دي حاجه انا يعني ما اقدرش كنت اجيب عنها تفاصيل الا اذا كنت اتصلت بناس من داخل الاراضي الفلسطينيه فالمعلومات اللي بقدمها لكم دي بيديها لي ناس من داخل الارض فعلى سبيل المثال خليني اديكم امثله عن المشاكل الموجوده في مستشفيات الفلسطين يعني اللي كان المفروض يحصل انه اسراء يبلغ عنها على طول عن حالتها على طول أو ما تيجي او يرفض مثلا انها تخرج الا لما تعالج يتقال دي حاله خطيره وما ينفعش كده لكن المستشفى تساهلت بل بالعكس ده المستشفى خلت الاهل يبقوا واقفين بيعملوا بيخوفوا يرعبوا الناس الممرضات والدكاتره اوكي okay. كان في قضية شهيرة في الغرب قضية مايكل جاكسون مايكل جاكسون قبل ما يموت كان في واحد من الناس اللي معاه اللي هم المرافقين لي أما مايكل جاكسون حصلت له حالة إغماء أو حاجة زي كده إداله إبرة الإبرة دي هي اللي موتته لأنه الإبرة دي ما كانش لازم حد يديها له إلا طبيب ولازم تتاخد تحت إرشاد الطبيب وفي العياده ومش في البيت. وبما انه وبالرغم من ان دي كانت حاله طارئه وان الراجل ما كانش قصده يعمل حاجه زي كده وكان بيحاول ينقذه الا انه تمت محاكمته. اوكي؟ okay. واخد حكم سجن مش كده؟ سو so العالم كله متجه لانه او بيعمل ده قانون ماشي فيه انه الجريمه آه آه الخطأ الطبي جريمة بيعاقب عليها القانون يعني آه انت اخطأت فبدل ما تقطع آه صباعه قطعت ايده هتعاقب عليها هتدفع الثمن مفيش فايدة لكن في الشرق الاوسط دايما عندنا يعني يا عم معلش غلطة ما يجراش حاجة ضعلك عين يجرأ ايه يعني ده واقع في حياتنا في الشرق الاوسط وخصوصا يعني آه آه انه الاخطاء الطبيه بتحدث بالجمله وبيسكتوا عنها بالكامل، خليني اديكم يعني امثله، اجهزه الدوله اللي المفروض انها تقف للناس لا بتتحول الى يعني زي ما تقول ايه عصابات وشلل بتدافع بعضها عن بعضها البعض، ازاي بقى؟ تقف المستشفى فيها الدكاترة وفيها الممرضات وفيها الناس الإداريين وبعدين فوقهم بقى الناس اللي في الحكومة، لازم لازم كلهم يعملوا سبورت لبعض، المستشفى غلطت فيجي الإداري بتاع وزارة الصحة يقول لا ما هم أصل كان كذا والقانون بيقول كذا واحنا ممكن نغير كذا ويروحوا مطرمخين على الموضوع وخلاص. ما فيش حد الإنسان يروح له علشان يقول له طب يعني ساعدنا في الأمر ده احنا مين هيقف لنا؟ مفيش كله شله واحده الحكومه مع المرافق شله واحده علشان ما يوجعوش دماغهم مش كده؟ بيقولوا انه خصوصا في مدينه بيت لحم في المستشفيتين اللي راحت اتعالجت فيهم اسراء دي مستشفى الحسين الحكومي في بيت جالا ومستشفى الجمعيه العربيه في بيت في بيت جالا. في مريض اسمه أمير عنده سبع سنوات دخل في مستشفى تخصصي وعمل عملية عملية اللوز لكن حصل خلل مثلا في جهاز التخدير وتسبب الخلل ده في إصابته بشلل دماغي ولا حد عمل حاجة واحدة تانية اسمها فائدة الأطرش ماتت في في بيت جلا في مستشفى بيت جلا الحكومي اثناء عمليه في المعده او حاجه زي كده ولا حد عمل حاجه من تسع سنين لحد النهارده واحده اسمها مرام حصل لها خطا طبي بتقول انها دخلت تعمل العمليه بسبب الم شديد في بطنها وعملوا لها عمليه زار قالوا انها عندها الزايده الدوديه ولا حاجه زي كده ودخلوها غرفه العمليات لكن بعد العمليه في اليوم الثاني شعرت بالم شديد جدا وكانت متاكده ان في حاجه غلط بتحصل لكن كل ما تروح يقولوا لها انه ده امر طبيعي وبيحصل للكل ومفيش مشكله وده يعني بفعل العمليه فضلت تروح وتيجي لكن لما راحت علشان يشيلوا الغرز لاحظت انه الجرح ملمش وشا... وشافت حاجه بتخرج من بطنها شاش فضلوا يخرجوا شاش ورا شاش ورا شاش من بطنها خرج شاش طبي قد كده من بطن البنت وبعدين برضو فضلت حاسة بتقل ومش قادرة تتحرك وراحت للطبيب مرة تانية وكان كل يوم يخرج شوية تاني أنا مش فاهمة يعني هم ده لقوا علبة شاش في بطنها المهم يعني في آخر الحكاية العملية بتاعتها مش ملتئمة قاست كل الأسابيع والشهور دي وما زالت بتقاسي وما فيش حد راجع المستشفى ومش لاقي حد يساعدها وبعدين في الاخر قالوا لها انت مجنونه والامر ده مستحيل واتهموها بانها قامت بوضع الشاش جوه بطنها بنفسها وبعدين قالوا لها انت محتاجه علاج نفسي. ده الحل. في بلادنا لما حد يقول انت بتعمل حاجه غلط يقول لك انت محتاج علاج نفسي. تشوف حد بيعمل حاجه غلط يقول لك انت محتاجه علاج نفسي. واحده ثانيه بتتحكي قصتها انها شافت او او عرفت ان حد بيعمل حاجه يعني كانه تقريبا خيانه او حاجه زي كده لكن الظاهر ان هو لما اما الشخص ده عرف انها يعني ظبطته او هتحصل او او يعني هتكشف اللي هو بيعمله فصلت حد عليها وقتلوها وفي المستشفى قالوا دي انتحرت وصل الناس عليه وقالوا دي انتحرت السلطه الفلسطينيه لازم تعزز كوادر المستشفيات بدل ما تعزز الحراسه الداخليه داخل المستشفيات لازم يكون في اهتمام اه 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 بالمريض اللي بيدخل المستشفى مش بالناس العاملين فقط العاملين لازم يحترم ولازم يسهل لهم الامر لكن لازم ايضا المريض اللي بيروح ده يكون له حق مين بيوقف لحق المريض اه ايه القوانين اللي بتحكم المستشفيات دي علشان تقول فيها انا اه يعني اه 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 أنا عندي قانون يقول أنه أنا لازم أبلغ البوليس وإذا لم أبلغ البوليس دي فيها شبهة قانونية عارفين هنا لما أم أما حد يروح مستشفى يكون مثلاً عنده طفل واقع الأطفال كلها راكب عجلة وقع الجرح أو جات له كدمة في راسه على طول الدكتور يقعد يسأل الطفل ويسأل الأهل ولو عنده أي لمحة شك يروح طالب على طول مركز الخدمة الاجتماعية و أو يبلغ البوليس على طول على طول في حاجة اسمها هات الخطوط الساخنة دي يبلغوا الناس على طول مسؤوليته كده أو يفصل لكن لما يكون كم الأخطاء الطبية الموجودة في المستشفيات الفلسطينية الآن كم رهيب من الأخطاء الطبية ولا أحد يعاقب عندنا يقولوا كده ايه لا حياه لمن تنادي يلا اعمل اللي انت عايزه مش مهم هم جوه محدش سمعك يعني في رقم صدمني في في اعتقد يمكن سبعين حاله ولاده منهم او سبعين حاله ولاده الطفل بتفصل الراي في حاله في اثناء الولاده او او بيتخنقوا من نقص الاكسجين يعني ازاي ازاي يكون هذا الاهمال اهمال طبي واهمال انساني ويتم التكتم عليه دي المشكله بقى انه يتم التكتم عليها خلينا اخد مكالمه مين معايا طيب اخ جرجس اهلا بيك اتفضل سلام المسيح اخ جرجس يعني انا قلبي وجع قوي من الحرق عينين بنت ولا مش عارف عشان يعني خط الكح انا عايز اقول الناس دي بيعملوا حاجات افظع من كده بكتير يعني الرسول قال ان زنى وان ترف بس يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يدخل الجنه واللي بيقحل عينين البنت ده ممكن يقول لك يا حقنا بتفطر في رمضان ولا لا يعني مسكين الشكليات وينطبق عليهم قول السيد المسيح اللي قال يصفون عن البعوضة يبتلعون الجمل yeah. ربنا يرحمنا ويمجد جسمه ويحرر البشرية من الدين الشيطاني ده وربنا يحافظ عليك يا بنت ويستخدمك المجد اسمه القدوس ربي يباركك أشكرك يا أخي جرجس ونصلي أن الله يعني يشرق بنوره على أرض فلسطين وعلى يعني عيلة إسراء نفسهم حتى أنهم يشوفوا حرية المسيح الرب يباركك أشكرك شكرا اتكلمت عن المستشفيات لكن الحقيقة أنه لو كان في أصوات بتقف وتدافع وتظهر الأخطاء بأمانة ما كانش حاله اسراء دي حصلت، دي من ناحيه بس يعني المستشفى، ده عامل واحد، لكن جوه العيله نفسها كان عندهم مشاكل غير عاديه لما يعني المفهوم او المفهوم الرجعي لكيف تتصرف البنت، البنت دي على فكره يعني امراه عامله كانت بتساعد اسرتها بشغلها. يعني احنا معلش احنا في بلادنا اللي معاه يشارك العيلة واحد فلوسنا واحد من فلوس الأب لفلوس العيال كلنا واحد لكن دي بنت كانت شغالة معروفة الناس بتحبها يعني بتساهم مع أسرتها بشكل متميز جدا وواضح أنه كان في حد يعني ناس فعلتها غيرانة من الموضوع ده ما فيش حد من من العيلة من جوه العيلة دافع عنها ليه عيلة إسراء كلها ساكتة؟ ليه؟ والسؤال اللي عندي بقى فين الخطيب ده راح فين؟ ما فتحش بقه ليه؟ دايما تشوف في الحالات دي ان الراجل دايما يحاول يفصل نفسه عن الموضوع هو يعني مش عايز يبقى له أي دخل بالموضوع ما نعرفش حتى اسمه ايه ما طلعش مش هو كان لازم يكون اول انسان يقف يدافع عن حقها راح فين رجل شرقي لو لو حط اسمه جنب اسمها يبقى عار هيشيل عارها ليه خليه يروح يبقى يكمل نفس الـ 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 الدايره انيوي anyway. ايه اللي خلى حاله اسراء تبرز بالشكل ده الاطباء لم يحموها ولم ينصفوها القضاء القضاء آآ يعني لسه ما قالش كلمته لكن يعني ما هوش ما احناش عارفين هيكون ايه لكن انا بصلي انه النهارده الناس اللي واقفين علشان يغيروا القوانين يقدروا يعملوا كده ويكون القضاء ده القضاء الـ الـ في بلد هيقدر يجيب حقها لانه حقها لازم يكون مثل لاي حد يعمل كده مش ثلاث اشهر ومع ايقاف التنفيذ ويرجعوا كلهم البيت ويبقى ما فيش مشكله لا ده كل لازم يحاسب من الاطباء للاهل للجيران لكل من سمع وما رفعش صوته لرجال الدين اللي فين راجل الدين ده بقى اللي كان راح لها وصلى ومش عارف ايه الجن لازم كلهم يعني هربوهم كلهم ولا كلهم خافوا عيلة إسراء لم تمسح العار عن وجهها ولم يبقى ماء ليمسح يعني أي شيء في وجه هؤلاء الناس اللي خدوا كده يتذرعوا بقضية الجن علشان يعني يداروا عارهم الحقيقي فقتلهم لنفس هذه الانسانه. يعني في حاجتين قضيه اسراء وغيرها طلعوا للنور من اجل انه غريزه البقاء لدى المراه وكرامه المراه الفلسطينيه خلت الامر ده يوضح للناس. احنا احنا لازم الستات الفلسطينيات النهارده واقفين بيقولوا احنا لازم نغير الامر ده، لازم نحمي اولادنا. كمان إسراء نفسها كامرأة قوية كانت بتقول كده أنا متمسكة بحياتي وهفضل أقاوم كانت بتقول كده على تويتر للناس هي تمسكت إنها ترسل مقاطع الفيديو والصوت لصديقاتها وصوت صديقاتها اللي, اللي وقفوا جنبها اللي ما قدروش الناس إن هم يسكتوه وصلوا الامر ده للصفحات النسويه اللي رفعت الامر ورفعت الترند جدا حتى قبل ما اسراء تموت اوكي الوضع الامني والقانوني في الاراضي الفلسطينيه قانون العقوبات الفلسطيني المعمول به في قطاع غزة النهاردة واللي بيعود يعني إلى حقبة الانتداب البريطاني من سنة 1930 فاتكلم عن القتل على خلفيه الشرف في الماده 18 بيقول كده صراحه ان الشخص الذي يرتكب جريمه قتل او الذي يعني وهو يدافع عن نفسه او ماله او عرضه فانه بيستفيد من عذر تخفيف للعقوبه القانون ده بيستند والدستور الفلسطيني كله المطبق في في الضفه الغربيه والقانون الاردني غير المعدل المطبق ايضا في الضفه الغربيه الى ماده في الدستور وهي الماده السادسه بتقول كده انه الاسلام هو الدين الدولي الدين الرسمي للدوله وانه الرسالات السماويه واحترامها التي تتعارض مع اي ماده هنا تليها وهي الماده 19 اللي بتنقد نفسها ايضا المواثيق والمعاهدات الدوليه اللي بتعقدها دوله فلسطين او بتنضم اليها بتصبح جزء من النظام القانوني الفلسطيني بعد تبنيها بقانون يروح عاملين لها قانون ويتبنوها وتكون في مرتبه التشريعات العاديه او اللي بيمشوا عليها وتعد القواعد العرفية الدولية جزء من النظام القو... القانوني ما لم تتناقض مع أحكام الدستور أو القوانين السر... السرية لكن أيهم هو القانون السيادي هل هو الدين أم القانون أم الأعراف الثلاث حاجات اللي, اللي إحنا سردناهم دول كلهم يعني فيهم تناقضات لكن كلهم يعني بيقفوا ضد بعض في في اشياء كثيره، لكن ماذا اذا كان العرف الذي يعترف يعترف به بي القانون بيتعارض معه تعملوا ايه؟ انت بتعترف بحاجه انت اساسا بتعترض عليها في القانون. كيف يمكن الاعتراف بجميع القوانين والمعاهدات والمواثيق الدوليه وفي نفس الوقت تعترف بالاعراف والتقاليد الشريعه كمصدر للتشريع؟ حقوق الإنسان هنا يعني في جميع الدول العربية اللي بتتبنى الشريعة الإسلامية واللي بتستمد قوانينها من القوانين الإسلامية دي كلها تخالف بعضها تناقض بعضها ولا يمكن إنها تكون سند لأي إنسان محتاج مساعدة زي إسراء مش ممكن خليني آخد مكالمة معنا سوزان من أمريكا أهلا بيكي أخت سوزان تفضلي أهلا بيكي ربي بركو أه بصراحة أنا عندي مداخلة بسيطة أنا تابعت كل الفيديوهات بالصبية واللي صار معها الصبية من أنا من مواليد نفس البلد وتابعت الموضوع كله أه اللي حاب أحكي أنه البنت كانت ناجحة كانت ناجحة بشغلها <تصفيق> 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 كانت ناجحه كمان اذا بتسمعي في فيديو لجرت بتحكي انها كانت تعمل دي جي يعني دي جي للاعراس يعني بالليل يعني حفلات بالليل يعني البنت كانت ماخذة ثقه تامه من اهلها ودعم كامل دعم كامل ما نفقد هالنجاح اللي هي فيه من دون دعم امها وابوها من <applause> غير المنطق انها بتتاخر بالليل وبتطلع بكل هالشغل اللي هي ناجحه فيه من غير علم اهلها فليه هلا فطنوا هي غلطانه مع انها طلعت مع خطيبها، معناته في حلقه مفقوده، في هناك محرض، انا من رايي هناك محرض مش الأهل. هو هو المحرض كان بنت عمها اللي قالت انها بت يعني قالت لفظ انها بتخطئ انا انا اشك انه yeah. أنا أشك أنه, yeah. أنه, أشك أنه, انه في تحريض اكبر من هيك في امور اكبر من هيك خلتهم يتصرفوا هذا التصرف بشكل غير عقلاني، انا من مواليد هذيك الثلاث وأنا بعرف إنه بلدنا كثير حلوة وكثير فيها تسامح وكثير فيها محبة وما فيها أمور القتل هاي بتاتاً أنا أول مرة بسمع عن أمور قتل بلدة بيت فحور <applause> طيب لا هو هو الحقيقه في في قضايا كثيره و يعني في احصائيات بتتكلم عن هذا الامر وعندنا هحط لكم فيديو دلوقتي تشوفوا في ناشطه حقوقيه بترفض هذا الامر لكن يعني في نفس الوقت بتقول انه مش عارفه في 15 ولا 17 السنه دي بس قتلوا بنفس الطريقه معروف انه في بيت في نعم؟ في يعني دي يعني دي. في, في الاراضي الفلسطينيه مش لازم تكون بس لا انا بحكي عن المنطقه انا بحكي عن المنطقه نفسها انا بحكي عن المنطقه وهو اذا فكرتي يعني اذا فكرتي حضرتك اخت سوزان اذا آه كانت قصه اسراء دي كان ممكن تنتهي ولا يعلم عنها اي حد مش كده لانها yeah. اندفنت mm -hmm. يعني اسراء اندفنت فعلا وبعدين بعد كده طلعوها ف آه. فكم من بناتنا بيتعمل فيهم كده ويتقفل صوتهم وتتقفل حياتهم ويعني ومح... يعني تقطع حياتهم بهذا الشكل ومحدش يعرف عنه كتير وبالنسبة للأخطاء الطبية في أنا بدي أحكي عن حالة أنا تابعتها على الفيسبوك من بيت جالا كمان وكانت عمليتها بيت جالا هي امرأة في الخمسينات دخلت العملية وكانت حاكية لدكتورها أنه عندها هي الرجيك للدواء او للانستيجيا وحصل معها موت دماغي ولحد هلا هي موت سريري وابنها بيحاول يظهر حقها وبالنهايه اتهموا بالسجن ولحد هلا حالتها معلقه وابنها كل بين فتره وفتره بيطلع بيصرخ على الفيسبوك وبيحكي انه راح للوزاره وراح وراح وما حدش سامع منه يا ريت لو يتابعوا هاي الحاله كمان نعم هو يعني الحقيقة أنه النداء اللي احنا بنعمله النهاردة ده أو أو الفكرة اللي بنقدمها النهاردة مش هتكون بس في موضوع حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة وقضايا الشرف ولكنها يعني الحياة متعددة الأوجه ومنها موضوع المستشفيات في فلسطين وحق الإنسان عموما ف... أنا عارفة أسأ... أنا آسفة أني طولت عليكم بس أنا متأكد أنه الإسراء مش قضية شرف لا طبعا بالعكس هي مش قضيه شرف لا ابدا هي, هي قضيه, قضية شرف. لا شرف هي قضيه لأهلها للي للي, للي لا. حرضوا اهلها لكن هي بنت محترمه جدا بشهاده جيرانها وبشهاده الناس نعم اللي و... يعني بسال حضرتك لو حتى بنت اخطات باي شكل اذا قتلت نقدر نقول ان دي قضيه شرف ولا جريمه انسانيه هي جريمه انسانيه يعني الخطا خطا الانسان هو في حق الله ومش في حق غيره طيب انا بشكرك اخت سوزان وبرحب باتصالك من كل يرجمها بحجر امين نعم شكرا كثير الرب يبارك احنا ما نقدرش نحكم على قضيه اسراء ونقول مين هو الجاني او فين الجناه ونشاور على حد واحد بس هنا لكن الحقيقه انه المدانين كثيرين وكلهم مستخبيين تحت موضوع الجن العاشق ده بقى الجن العاشق ده اللي يتحط لك كده يافطة يقول اصلها ملبوسه جن عاشق محدش يقدر يلمسها وبعدين طلعوا حكايه انه البنت كانت يعني عايزين يكشفوا عليها في المستشفى ومش راضيه ابدا وما كل الممرضات والدكاتره مش عارفين يمسكوها دي كلها حقات لانه الجن العاشق ما يخليش حد يلمس البنت وكانه في حاجه فعلا اسمها جن عاشق يعني اولا يعني انا عايزه اقول انه اولا ما فيش حاجه اسمها جن الجن ده اختراع اسلامي وغير موجود وانه في حاجه اسمها ارواح شريره ايوه في ارواح شريره ولكن اللي حصل مع البنت دي مش ارواح شريره واحده كانت ماشيه كويسه خالص مفيهاش فيهاش اي حاجه وبعدين فجاه قالوا لك ده فيها جن اوكي هم خدوا الجن ليه؟ لان الجن لا يمكن محاكمه محاكمته. بيستخبوا تحت ستار الجن لكن النهارده العالم كله شايف ان انتم من يجب محاكمته وان الحكومه النهارده بتتحرك علشان تاخد موقف مع الناس وكده نامل ان ده فعلا يكون موقف حقيقي. احنا الان نعرض المعطيات في قضيه اسراء دي وبنقول لكم انه حان الوقت ان كل انسان وانسانه له شيء من السلطه في هذه البلد يعمل على تغيير ده ويعمل على تغيير مستقبل البنات والاحفاد اللي جايين بصلي ان الله النهارده يعني يغير في قلوب الناس اللي بتسمعني حتى ان دي تكون واقفه فعلا يعني يمكن ترفع اكتر الترند اللي موجود في حاله اسراء دي علشان يعمم في العالم كله جرائم الشرف بتحصل حتى لو يعني في, في, في امريكا بتحصل العرب بيقتلوا ولادهم وبناتهم في امريكا برضو ويقولوا عليها جرائم شرف بس عارفين الناس اللي اللي بتتزرع بموضوع الجن ده الجن يقول لك الجن مش هيتحاسب فاحنا نحطه يافطه ونستخبى وراها ماشي بس عارفين في الغرب هم يعني ساعات برضو الناس بيقولوا احنا دي ملبوسه بالجن ويجيبوا القسيس يصلي لها ومش عارف ايه حصل حاله زي كده وفعلا واحده كانوا بيصلوا بس كان عندها مرض في القلب ولا حاجه وماتت ولكن المحكمه حكمت على الاهل وعلى الكاهن واديت لهم حكم سجن او حاجه زي كده حملتهم المسؤوليه لانهم لم ينتبهوا لحالتها الطبيه لم تبرئهم بغض النظر عن وجود الجريمه من عدمها الا اننا بنشوف ان وجود فكره ان المراه والانسان بشكل عام في الشرق الاوسط مضطهدين دائما يعني الانسانيه يعني ليس لها اعتبار في ناس بتشوف انه يحق لهم انه يتحكموا بتصرفات الانسان او المراه بالذات وانه يوجه له اللوم والاوامر والعقاب وده موجود في المجتمع بدايه من المنزل والشارع والمدرسه والعيله يعني كل واحد حاطط عينه على الثاني وبيشاور على الثاني، ايه اللي خلى بنت بنت عمها دي تتكلم عنها؟ ايه اللي خلاها تعمل كده؟ عشان عينها عليها. كده المراه دايما حتى انها بتكون عدوه اختها عدوه صاحبتها عدوه بنت خالتها عدوه المراه عدوه المراه في مجتمعاتنا لما الطفل او الطفله بيكبروا في الجو ده جو بتمارس فيه السيطره والتعاملات بهذه الصوره الموضوع ده بيتنقله بيتحول الشاب والفتاة إلى شخص لديه, لديه خوف وخنوع وضعف أو بيتحول هذا الشخص إلى غريق يريد أن يتمسك بأي شخص آخر حتى إذا غرقوا معاه أو بيتحول الضحية إلى جاني فيقوم الشاب بالتعنيف الجسدي واللفظي والنفسي و وآ و وآ و علشان يحمي نفسه وتقوم وتقوم المراه برضو بممارسه العنف على اولادها وطالباتها والموظفات والجيران برضو. على اقل تقدير اذا كانت المراه او الـ أو, الـ او الانسان الرجل في هذه الحاله يعني ما عندهمش القدره على ان هم ياذوا الناس اللي حواليهم هيبقى عندهم القدره على التعبير الغاضب. والإساءة اللفظية يعني الإنسان اللي بتنتهك حقوقه أحيانا كثيرة يتحول إلى منتهك حقوق إن لم يغيرنا الله من الداخل مين اللي هيدفع ثمن دم البنت دي ودماء الأجيال اللي فاتت والأجيال اللي جاية أنا عايزة أقول إنه ده يعني قيمة المرأة في العالم الإسلامي ابتدت من رسالة محمد. وهو المسؤول عنها، لكن أنت وأنت النهارده في إيديكم إنكم تغيروا ده. في إيديكم إنكم ترفضوا ده، في إيديكم إنكم تتوبوا عن ده لو أنتوا بتعملوه، لو حد بيسمعني النهارده وبيفكر يعمل كده في بنته ولا ولا مراته ولا أخته، توب لربنا. وخلي الله يغير قلبك وحياتك وتعطي فرصه فرصه حياه للاخرين فتكون انت كمان انسان صالح عدل تقدر تعيش حياه معتدله. ربنا يبارككم واصلي من اجلكم واصلي من اجل الاتجاه القادم ان ربنا يستخدمه في تغيير كبير في ارض فلسطين. الى اللقاء.